بسم الله ربنا أرنا ما ينفعنا واكتب لنا وأنت مبارك لنا فيه آمين يا مبارك. ووضع ريت وعرضوا ووضع مبني المجهول لكن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. ووضع الكتاب أي كل كتاب كل واحد منهم فماش خلط عند الله. فترى المجرمين مشفقين يعني اون ايتا دو بانيك اون ايتا دو فريور يعني في هلع كبير مرر معيشتهم هلع. يقول ربنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يعني يعرفوا سوابقهم يعرفوا اجرامهم والكتاب معروف اللي هو مسجل فيه ما صنعوا وما نووا وما أحدثوا من إشارات مدمرة لغيرهم. يتأمروا بالإشارات الكلب الكبير بتاعهم والصغار الأنذال يتبعوا بالإشارات. أنت كيف تبقى حاضر بين 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 اللول والآخرين ما تراش إشارات ولا تعني يعني يتأمروا عليك بتمام يتأمروا عليك بالتسميم يتأمروا عليك بالسجن وأنت ماشي. وإحنا رينا وعرفنا قماشكم كما يقولوا عرفنا. أما إذا كان وصلت اللباس هذاك فاعلموا أن اللباس في النار يكون اللباس ليس بمختار بل لباس أنتم كسبتموه في الدنيا فأعطاكم الله كما يقول عمل نابكم فهنيئا لكم في قلب الجنة والسلام.